رفع مجلس النواب جلسته الاستثنائية إلى يوم غد واضعا الموازنة على جدول أعماله، والموازنة ستكون هي المعادلة الصعبة بحسب الآراء. دخلنا في الجلسات الاستثنائية باعتبار الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الأخيرة قد انتهى، والسيد رئيس المجلس دعا إلى هذه الجلسة الاستثنائية، وهي بالتالي فيها موضوعين، فيفترض أن يتم نقاش موضوع واحد ومن ثم ترفع الجلسة وتعقد من جديد في ذات الوقت، لأن الجلسة الاستثنائية عادة تحدد لموضوع واحد ولغرض النقاش. فيما يتعلق بقانون انتخابات مجالس أو مجلس النواب لا إشكال فيه، هنالك نقاش وليس هنالك اعتراضات على ذلك. الاعتراض، كل الاعتراض هو على الموازنة من جهات مهمة في مجلس النواب، مثلا المحافظات المنتجة للنفط غيبت حصة البترودولار والـ50% من المنافذ. فيما يتعلق باتحاد القوى أيضا هم يشكلون كثيرا على قلة التخصيصات فيما يتعلق بالمناطق الحقيقة المدمرة من الحرب، وكذلك فيما يتعلق بتخصيصات النازحين. الكرد هم أيضا يعترضون على النسبة المقررة لهم، لذلك أعتقد سوف لن يكون نصاب هذا اليوم، لا بد من وجود تفاهمات بين الكتل بهذا الشأن. العطلة التشريعية بدأت من اليوم بعد تمديد الفصل التشريعي من قبل النواب، وفي حال عدم الوصول إلى توافق حول الموازنة ستؤجل إلى العام المقبل. موقف تحالف القوى سوف لن يكون مع الموازنة، بل يطلب عودتها إلى مجلس الوزراء لتضمينها الحصص الكافية لإعادة إعمار المناطق المحررة في مناطق نينوى وصلاح الدين والأنبار وفي ديالة. الموازنة الآن تحمل 400 مليون دولار لا تكفي لبناء جسور نينوى، فكيف نصوت على هذه الموازنة؟ يعني كيف نعيد النازحين؟ كيف نجري انتخابات في بنى تحتيه مهدمه، ولا وخاصه في مدينه الموصل الجانب الايمن يعني مهدم بالكامل، ولا كيف نعيد هذا البنى في 400 مليون ولمن تعطى وكيف؟ اذا لم تضمن الموازنه المبالغ الكافيه ولو 50% لاعاده الاعمار سوف لا يكون موقف تحالف القوى عدم التصويت على هذه الموازنه. النواب الكرد وتحالف القوى الوطنية هما من أشد المعترضين على إقرار الموازنة، كون أنها لا تتضمن حصة 17% لشمال العراق وإعادة إعمار المناطق المحررة. قناة رشيد الفضائية، علي حميد، بغداد.